تضييق شامل يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على من بقي على قيد الحياة في غزة بعد أوامر جديدة لسكان رفح الفلسطينية بالإخلاء من مناطقهم والتوجه إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي. أوضاع إنسانية بالغة السوء بات يعيشها سكان قطاع غزة لا سيما في رفح الفلسطينية، زادها منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. اللي صار إنه إحنا سمعنا أخبار من الصبح ورموا مناشير إنه المناطق اللي حددوها بالمناشير إنها تخلي إلى المناطق الآمنة. المناطق الآمنة اللي هم بيحكوا عليها هذه غير آمنة تماماً وغير مؤهلة أصلاً لسكن الناس فيها، من مية، من كهرباء، من صحة. حتى كمان المناطق هذه بتنضرب من أول الحرب وهي بتنضرب، فالناس مش عارفة، أصبحت مش عارفين إحنا وين نروح. يعني الأغلب هاي كله مرمي بالشوارع في حيرة، يروح على المناطق الآمنة ويرجع ينضرب ولا يضل في نفس المكان ويموت وخلاص. اليوم رموا مناشير علينا الصبح، مش عارفين وين نروح، لا نتوجه لخانونس أو مواصل رفح أو مواصل خانونس، حتى الناس تطلع مش عارفين وين رايح. ورموا مناشير من الصبح وهي عالقين، الشوارع زحم والحياة زحم والأمور صعبة، وين نروح وين نجي مش عارف. الحيرة التي يحياها هؤلاء الأبرياء ليست فقط في البحث عن وجهة آمنة للاحتماء بها، بل في توفير أبسط احتياجاتهم الإنسانية والتغلب على الوضع الصحي المتردي الذي فرضته جرائم الاحتلال بحق أولئك البشر. إحنا بنعاني من سوء النظافة، بنعاني من سوء الحمامات، بنعاني من الأدوات النظافة بشكل عام، بنعاني من أمراض للأطفال جدا جدا جدا، عندنا أمراض على الأطفال تتفاقم يوما بعد يوم من قلة النظافة، قلة ما في اليد، والوضع الصحي سيء جدا جدا جدا. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه في الوقت الذي تتطلب فيه العمليات الإنسانية الهشة توسيعا عاجلا، فإن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية سيحد بشكل أكبر من قدرة الأمم المتحدة على الوصول إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة دون الغذاء الكافي والمرافق والرعاية الصحية والخدمات والأمن.